الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا هيونداي كريتا الشكل القديم، مش ال 2022 دي، 2017 ما شاء الله. عملنا الكراسي والارضيه، عملنا الكراسي اسود، خيط البونت اسود، جلد الماني بتاع المرسيدس، تحبيبه بالجلد الفلين منقط. تيك حليه الاختيار نفس الجلد ده، موجود التقليد بتاعه في الصيني وفي المصري، وموجود نفس التحبيبه برضه في الامريكي، والفيلي برضه موجود منه الاصلي وموجود منه التقليد. هوريك الانواع كلها على الطبيعه، اختار اللي انت عايزه، سواء اللون، خيط، لون جلد، لون واحد، لونين، كل ده ما يفرقش في السعر. نفس الكلام الديزاين، عايزه ساده خالص، عايزه خطوط بالمكنه العاديه، عايز اي ديزاين بالمكنه الكمبيوتر، اختار اللي انت عايزه. احنا علينا الشغل، الغرزه، التكسيم اللي قدامك، نحافظ لك على الفرش الاصلي. شيل ده في اي وقت هتلاقي الاصل تحت زي ما هو، لا متقطع ولا متخرم ولا في اي ضرر. ما بنديش احنا غرز، ما بنعملش الكلام ده خالص بفضل الله. قبل ما اديك فرش شكله حلو وكويس ومظبوط ومشدود كويس ومش معبي هوا، لازم احافظ لك على الاصلي. مهما كان هتشيل ده هتزهق منه، لازم الاصل يكون موجود. مخدع الكونسول بنعمله مع الفرش. عملنا دواسة الارضيه جلد، برده الارضيه بالشنطه. ركز في التفاصيل، العربيه قدامك، افتح لك جنب جنبه باب باب، ولو في اي ملحوظه يا ريت تقول لنا عليها. ركز في الغرزه، ركز في الدورات، مفيش عوجه في الخيط، مفيش كشكشه في الجلد، جلد الفيليه ما شاء الله اسود، بونت اسود. بسم الله. نفس الكلام الدوران هنا، نفس الكلام فتحه الحزام بالتفصيله بتاعتها، سواء الفتحه الصغيره او الفتحه الكبيره، كل حاجه بترجع لوضعها تاني. البونت بتاع المخادع، دورانات، مفيش عوجه في الخيط، مفيش كشكشه في الجلد، كل حاجه قدامك. هلف لك برده الناحيه التانيه. العربيه دي من كفر الشيخ، يا رب دايما عند حسن ظن الناس كلها، سواء اللي بيجي لنا من المنصوره او من اي محافظه تانيه، اللهم امين. بسم الله. البونت، البونت، كل حاجه، فتحه الحزام من هنا اهي. هلف لك برضو قدام. هونداي كريتا 2017، فرش اسود، خيط بونت اسود، كراسي وارضيه وشنطه. اسف لو طولت عليكم، اتمنى تتابعونا على طول وما تزهقوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا، سلام عليكم.